أكد وفد شعبة البرلمانية خلال مشاركته بالاجتماع الافتراضي الأول للجمعية البرلمانية الآسيوية حول انتشار فيروس كوفيد-19، أكد على أن التوجيهات الملكية السامية لحضرة صاحب الجلالة العاهل المفدى جعلت من مملكة البحرين نموذجا يحتذى في التعامل مع أزمة تفشي جائحة كورونا، موضحا أن قرارات الحكومة برئاسة صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء الموقر حفظه الله والجهود الوطنية لفريق البحرين الوطني بقيادة صاحب السمو الملكي ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء حفظه الله كانت صمام الأمان في التعامل مع تداعيات تفشي الفيروس خصوصا في المجال الاقتصادي، مشيرا إلى أن التعاون بين السلطتين التنفيذية والتشريعية شكل أساسا راسخا في الجهود الوطنية لمواجهة تداعيات تفشي جائحة كوفيد-19 وتأثيراتها على مختلف أوجه الحياة.